تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا صديقتكم ريحانة الهندابي، سوف أحدثكم عن فضل الصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. وقال أيضا: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي حديث آخر قال: من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. صدق رسول الله. وأحاديثه كثيرة عن فضل الصلاة عليه، أنا فقط اخترت لكم البعض منها، وأتمنى أن يعجبكم ما قدمت. وأن لا ننسى صلاة على النبي، ففضلها كبير وأجرها عظيم عند الله سبحانه. ورمضان مبارك كريم لكم أصدقائي ولجميع الأطر التي تظهر على تعليمنا. وأتوجه بالشكر لك أستاذتي صباح على تدريسنا مادة اللغة العربية. إلى اللقاء.